باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. الرياء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الرياء مشتق من الرؤيا، ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال الفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء في الأعمال الظاهرة التي ترى كالصلاة والحج والصدقة، والتسميع في الأشياء التي أو في الأعمال التي تسمع كتلاوة القرآن وكذكر الله سبحانه وتعالى وكتعليم العلم. فالمرائي يرى أن فلانا من الناس ينظر إليه وهو يصلي فيزين صلاته من أجل أن يمدحه فلان أو من أجل أن ينال مكانة عنده وهكذا. والعبد الواجب عليه أن يخلص عمله ودينه لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فتجعل عملك الصالح وتقدمه لربك خالصا صافيا من الشوائب، فلا تبتغي به عرضا من عرض الدنيا الزائلة، ولا تريد به مدحا، ولا تخشى من الناس ذما وهكذا. طيب، الزول يا جماعة بيترك مدح الناس والالتفات إلى ذلك إذا علم أن الناس أن مدحهم لا يرفعه وأن ذمهم لا ينزله ولا يحط من قدره، فالذي يرفع هو الله سبحانه وتعالى والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فالرفعة بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، باب ما جاء في الرياء أي في ذمه والتحذير منه وفي التهديد في من يقوم به أو من يتصف به. قال وقول الله تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. جماعة للمرة الثالثة، نحن لا نريد من مثل هذه المجالس أن يكون الغرض منها مجرد معلومات ننقلها أو يتباهى بها من يتباهى أو يتزين بها من تزين، وإنما المقصود من العلم العمل، مقصود من العلم نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفرار من عذابه، وأن يعمل العبد بعلمه. عشان كده البغوي رحمه الله نقل في تفسيره لسورة آل عمران في تفسير قول الله تعالى والراسخون في العلم قال الراسخون في العلم، سئل أنس بن مالك عن الراسخين في العلم من هم؟ قال الراسخ في العلم العالم العامل بعلمه. الراسخ في العلم العالم العامل بعلمه. قال البغوي رحمه الله والراسخون في العلم، قال الراسخ وصفه بأربعة أوصاف،
قال الذي بينه وبين ربه التقوى، يخاف الله ويعظمه ويخلص له الدين، وبينه وبين الدنيا الزهد، وبينه وبين الخلق التواضع، وبينه وبين نفسه المجاهدة. ده أعظم تعريف للراسخ في العلم. قال قبلها: والراسخ من الرسوخ. قال: فالراسخ في العلم علمه راسخ لا يعتريه شك، علمه متين. وإنت لما تقرأ الآيات والأحاديث وتسمع الآيات والأحاديث وفي التوحيد خاصة في التوحيد، ده علم يا جماعة ما فيه شك، بل هو آيات بينات. ده القرآن، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لما يتضايقوا من التوحيد قالوا طوالي توحيد توحيد توحيد، قالوا لو ائت بقرآن غير هذا أو بدله. الدين ده ما فيه ولا توحيد، وانتوا دينكم بس توحيد، ما في الا التوحيد والعقيدة التوحيد العقيدة التوحيد العقيدة. ودي كلمة يا جماعة قديمة جدا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كترت علينا. والتوحيد واضح، والتوحيد شيق، والتوحيد أطيب كلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طيب، قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه الآية وهذه الكلمة بالتحديد، قل إنما أنا بشر مثلكم، تتضمن ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي يا من كذبتموني. وتجد هذا التفسير راجع تفسيرين: تفسير ابن كثير وتفسير البغوي. يا من كذبتموني، أنا لا أعلم الغيب، وأتيتكم بكلام وأنا بشر مثلكم فأتوني بمثله. أنا ما بعلم الغيب، وجئتكم بكلام كذكر أصحاب الكهف عن الماضي، وجئتكم بكلام عن الحاضر الجنة والنار، وجئتكم بقصص الأنبياء والرسل، وجئتكم بحجج وبأحكام وبعقيدة صحيحة، وأنا بشر مثلكم فأتوني أنتم بمثلي. دي واحد. الأمر الثاني: قل إنما أنا بشر مثلكم، رد على الذين يقولون بأنه خلق من نور وأنه ليس كمثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن هو سيد البشر وهو خير البشر وهو أفضل البشر، يوحى إلي، فضله الله علينا بالوحي وبما عنده من الصلاح وكمال الإخلاص وكمال العمل الصالح صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعة فائدة. الفائدة الثالثة: قل إنما أنا بشر مثلكم، فما دمت مثلكم فلا تعبدوني من دون الله، وإنما أعبد الله الذي خلقني وخلقكم. وهذه كقوله تعالى من سورة المائدة في آخر صفحة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا التوحيد وحي من الله سبحانه وتعالى، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو، قال ابن القيم رحمه الله: فما دام أنه إله واحد متصف بهذا الأمر، فإنما تصرف العبودية والعبادة له وحده لا شريك.
فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يخاف من العذاب ومن غضب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سيلقى ربه لا محالة فليعمل الدار يلاقي الله ما يتمنى ساي لك الجنة برحمة الله وهو العمل وين ولك أنا برجو رحمة الله البرجو بيعمل زول عنده بلدات أرض برجو الحصاد 200 لما نزرع البرجو يا جماعة بيعمل الزول بيمشي بيفحص عند الدكتور ويشخصوا له المرض عندك المرض الفلاني ويدوا الأدوية دربات والأدوية والحقن والعلاجات والحبوب بيمشي بيعمل السبب وبعد ذاك بيرجو الشفاء من الله سبحانه وتعالى أنت بترجو رحمة الله أعمل وأرجو الله يرحمك فمن كان يرجو فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح ما وافق فيه العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربي أحد قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد جاءت أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم النهي النهي تفيد العموم يعني تعم كل شيء قال فتعم الملائكة تلقاه كذا في فتح المجيد قال فتعم الملائكة والصالحين والأنبياء والمرسلين وغيرهم وغيرهم أي أحد ما تصرف له العبادة من دون الله أنت لو قلت يا الله ويا جبريل أشركت بالله جبريل عظيم لكن ما بنادوه لأنه مخلوق لأنه الندى للخالق بس ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأيوب قال قبلها في نفس الصفحة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين زمان نزل ليه ما بيمشوا لأرحم الراحمين ليه بيمشوا لمخلوق ضعيف ومخلوق يذلهم ومخلوق يشكروه وما مركزين في شكرهم زول يقول لك والله الشيخ ده بيحفظ القرآن طيب الله ده نطق بالقرآن إذا صح التعبير الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وهو الذي أنزل القرآن ده إذا بحفظه تناديه طيب نزل القرآن ويتكلم بالقرآن ما بتنادي ليه وذاك لو ناديته شرك لأنه ما عنده شيء والله عنده أي شيء يقول لك ده بيأكل الكسرة أهل ملاحل بيأكلهم ده بيأكل الكسرة اللحم اللي بيأكلهم ده نعرف اللي بيأكل اللحم انت بتأكل كسرة حامضة ناشفة بايتة زي وشك ينادوك من دون الله ده ينادو من دون الله بيأكل كسرة بيأكل كم نفر اللي بيأكل باقي الخلق ديل منه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا إلى آخر الآيات أنت تنادي ده طيب ده بأكل كم نفر بالراحة كذي بأكل كم نفر بأكل 200 والعالم فيه 9 مليار باقي 7 مليار عفوا باقي 7 مليار طلع الـ200 اللي بأكلهم ده ما أكل اللون عصيدة وكسرة حامضة باقي 7 مليار اللي بأكلهم منه وده ده في الأكل ذاته دي نمرة 3 في الأكل ده ذاته في الأكل بأكل ناسه والبريدو نحن ما بأكلنا كذا الله مش أنا بيدقني أقول لي ده يراكل كهابي أدو بسطونة الله ايوه الله باكل
البحب والبعبد وبأكل الببغض الله ذاته البكفر به ذاته بأكله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا الله المؤمن أكله، الله قال له ومن كفر برضو بأكله، الكافر ذاته بأكله، قال ومن كفر فأمتعه قليلا إلى آخر الآية. بعدين ده نمر أربعة، ده بأكل وبيأكل، والله بأكل شنو؟ وهو يطعم ولا يطعم. نمر ستة أو خمسة، ده بأكل من وين؟ جاب لي الأكل من الله، الله والناس اللي قدموا له ذاته، الله ما اداه الاكل واداه الرزق سبحانه وتعالى. الناس يجوا يدوا بياض خمسين وفي الحصاد شايلين شواويل وما بعرف لواري جاياو، يعني هو بدو وذاته بدو، تلقاه خاتي تحت المخده يجوا يعصروا له، يدوا خمسين وحصيده راس ماله 3 جنيه 47 وداه وين؟ عليم ربه، ما شغال اي شيء ولا على ضرائب بتجيو ولا زكاه ولا اي شيء، والدعم جايب الله ده ما الا تدفع له باكلك زاي. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق. والله ما كائنا من كان يقدر يقول الكلمه دي الا الله. ولدك الولدك بتربيه عشان بعدين يقيف معك. الله قال ما أريد منهم من رزق، دي ما بيقدر يقول إلا الله. وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يا أخي تساوي خالق بالمخلوق، ضعيف مسكين بيموت، الغريبة يموت. الرسول قال إذا مات الإنسان في صحيح مسلم انقطع عمله، بعضهم يروي إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني مات عمله انقطع إلا من ثلاثة، صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني مات انقطع، مفروض شنو؟ موضوع انتهى. هو ديلسي لما يموت يا دوب بيبدأ الموضوع. واحد السي زول بتاع موسيقى وبتاع لخبط في رفاعة، مات ولده سوى له قبة طلعوا لي، فكيس صيني طلعوا لي، ياخذ بتاع كباري ولا بتاع دين، هو ده صيني كان ادوك موبايل صيني وبتقبل. انا من انبذ الصين والصين، ولكن في النهايه لخبطه زي يا اخي. اي زول في البلد دي ساوي انه ولي يا امه؟ معقوله يا اخي؟ اي زول ولي واي زول شيخ واي زول صالح، ولو صالح ولي ليش يلحق الله يا اخي سبحانه وتعالى؟ ليه حق الله يخش فيه؟ خذول لو بنى بيت جاء اخوه ودم وابوه نازعوا فيه، والله يفتح بلاغ، الله يسيل عكازه. اخوه وده بناه تلقاه في الغربه ورسل القروش بنوا له، وجاء رايع بيته ده دار يتسلط فيه. اوه طوالي شكله تبدا السما دي، الله بناه براو بناه سبحانه وتعالى، حقة براو. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله سبحانه وتعالى يجي يقولوا يا أخي بنينا السماء، ده بتاع الختمية عبد الله العيدروس، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كان ما خجلان من الله قال نار الجحيم دي بطفيها، نار الجحيم قال بطفيها، تكاد تميز من الغيظ قال بطفيها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا قال بطفيها. وكذا اللي شوفها والله جهنم دي تشوفها، شفت من صغير من بلغت لما تكبر الملف بتاع حياتك تجيك، بس مما تشوف جهنم. وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان. تضحك لو ضحكت تلقاه قدام. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ناس غريبين. الزول يا جماعة التوحيد ده لله ودي العقيدة الصحيحة والله الذي لا إله غيره. وأبشرك أبشرك اطمئن تماما، توحيد ده والله مش ماشي في الأرض دي. ليهلك من هلك على عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي ناس في الأرض دي شفناهم بعيوننا مالين كثير من المساجد، مالينا بس وسخوا الفرشات بتاعت الباب برا ومالوا الجامع جوا كثير جدا. عقولهم دي مقفله، قلوبهم مربطه، جدعوا المفاتيح بإزبيراته وين انا ما عارف. ما يقبلوا الحق تماما. ايات تديها لهم، احاديث ما يفهموا فهم كذي ما بيفهموا. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. يعني لك كذي تقول ده مركز وبعين ساي بس محركتك انك دي بعين لك بس وهم لا يبصرون. وإذا كان ده قدام الرسول عليه الصلاة والسلام نحن شنو؟ ومنهم من يستمع إليك ذيل الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل زول قاعد وده وكر جنبه عمر وعثمان وعلي بيسمع في الحديث والمجلس ساكت والناس مركزة. وشوف الرسول كلامه واضح كيف صلى الله عليه وسلم. بعد ده يمرق برا يقول للعلماء بتاعنا الصحابة قبل شوية كان بيقول شنو؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذه التي تشرح لهم كيف ما موضوع طويل جدا عشان كده أنت ما تتضايق. شفتها بلغ بس ومش قدام. في النهاية الله بيرحمك سبحانه وتعالى والله. وطردوك من جامع تتحمل الطردك ده أمش بالليل بس أدعو له. أدعو له بخمس حاجات، أبدأ بالبواسير وأمرقها في السرطان. شفتها الأربعة الثلاثة دي اللي اختار الدائن. لكن انت في النهاية ادعو له وهو براو. سبحان الله أكثر الناس اللي بيعادوا الدعوة دي بتشلوا وبيموتوا. لاحظت الموضوع ده؟ تلقى جنبك ها؟ هاي بالهداية. لكن شنو؟ في بعض الناس تدعو لهم بالشدة. ما إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلامك طيب يا عم إدريس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود لما مشوا ناس لغزوة انت الزول شاكلك ونبزك وكذا ده ادعو له بالهداية ما مشكلة. لكن شفت اللخبة الدين ده ادعو له بشيء ثقيل مرة واحد وانت زادك بعد تبكي ما شرط، لكن بعد تبكي وتنكسر تحس انه الدعوة دي خلاص الله هذا يقبلها. تب اديه حاجة شفتها وبس يكون بيتململ وبيتذكر فيك ويتعذب. في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام ناس مرقوا لغزوة، واحد منهم راكب في الدابة بتاعته فحذفته دابته، الدابة عفصت لها حصحاصة جاءت طائرة ضربته فشج رأسه سال الدم منه. الألباني جابه رحمه الله في خطورة الفتوى قال فأصبح جنبا بالليل وبرد شديد قام احتلم. ولما نصبح جنب الزول الجنوب بيغتسل صح ولا ما صح؟ ولو عنده عذر ما في موية ولا في موية لكن خاف الضرر بيقوم شنو؟ بيتيمم. بدل يفتوه بالتيمم قال له لا نعلم لك إلا أن تغتسل. وماشيين في غزوة وبرد وتخيل الموضوع ده الصبح وما في حمام لأنه ده سفر ترعة. والصحابة لأنهم بيخافوا الله وما بجادلوا كثير. ده المعلومة هاي دي المعلومة ده الحق هاي. طو ما عاين للترعة ودي بارد هم ماشيين غزوة ده الرجال طوالي خشى شنو في الترعة. فاغتسل فمات مرق الدم غار وإلى آخره أو أصابه ما أصابه فمات. لما نجوا راجعين بعض الناس وروا قالوا يا رسول الله إن فلانا كذا وكذا وأصابه فأفتوه بكذا. قال قتلوه قتلهم الله. الناس ذي ماشيين جهاد وهو رسلنا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف عظمتهم. لكن بعد ده لما نفتوا بفتوى بغير علم قال قتلوه قتلهم الله قتلهم الله. عشان كده يوت الناس بيلخبطوا في الدين ديل
نوح عليه السلام زمان قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، شفت اللافين ديل وضد الدعوة ديل، ربي إنك إن تذرهم، قال لي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاجرا زول كعب، وكفارا كثير الكفر، لأنه ربوا عليه كذب ذرية بعضها من بعض من بعض. ولذلك موسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. خلاص مشي والله. لا أنا عم إدريس الزول لا البعاد ناس الدين، ده ما بيمنع الناس من شر، بيمنعهم من خير. تخيل نساوين في البيوت يخلن، والله واحد هنا قريب تاع دكان قال لي يوم الدرس ده نساوين ما عجانا أنا والله ما أسوى مصماصة تمرة، بصل هذا شيخ مقبل مصماصة تمرة معفصة بخمستاير رطب ماشي، لكن في النهاية بيسمعوا قال لي نساوين يجوا هنا يقولوا مالو الدرس وقف مالو، يقولوا والله يوم الدرس نحن بنوقف أي شغلة ونقعد بس في الحوش نسمع. ناس كتار أعمامك تلقاهم فيهم خير كبار قاعدين في بيوتهم في الحيشان ما قادرين يجوا الجامع يستنطوا، وناس يجوا المسجد ويسمعوا الخير ده يمنعهم شت بحجة وهابية. يا أخي ما وهابية الله يهديك، خامسية يا أخي ما خامسية الله يهديك، بتجيكم حاجات من السعودية والله ما في السعودية سايقين رقجة برا رقجة يا أمة. لا انتوا شكلكم ادونا فقه، واحد يوم ذاك هنا دي ادونا فقه قلت له هنا دي درسوا 300 حديث في الفقه من الطهاره لا الحاج الله يتقبل وبعده قال لا ما ركزوا عيد اليوم ثاني خلاص انا بس نشتغل كده الله يتقبل. طيب وفينا فرار كله من التوحيد زي زول عيان جو بحقنة يا دكتور بس قبل تديني حقنة اديني مويه عطشته بيجيب لك وبديك ما بريح يا دكتور بس زيد لي المروحه دي شويه بزيده وتاني بجيك ما في طريقه الموضوع ده كده بس. طيب قال وعن ابي هريره مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف إلى الصحابي يعني قاله الصحابي، والمرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا حاجة لي في الشرك وأنا أغناهم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في الشرك ده خطير كيف، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يا جماعة الإنسان يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى في كل شيء. نصيحة قبل ما تمرق من بيتك دار تعمل أخلص لله، دار تقرا قران اخلص لله. وفي ناس بيقروا قران وبكونوا براون. ابن القيم قال قد يرائي العبد وهو خال بنفسه، قال وقد يكون مخلصا وهو امام والانظار تدور حوله واليه. قال زول يكون براو ومرائي براو بيقرا لكن تخيل انه امام وبصلي بالناس وصوته يبقي جميل والديه بكي براو يا بكي براو وحفظ متين وناي اكتبوا مرائي براو. وقال يكون مرات قدام الناس والأنظار تدور حوله وإليه وهو لا يلتفت إليه وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. والزول يا جماعة دائما يخلص عمله لله جل وعلا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. قالوا عن أبي سعيد مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي
من المسيح الدجال. يعني شيء النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أولئك الصحابة والأخيار منه عليهم أخوف من خوفه من المسيح الدجال عليهم. المسيح الدجال معروف عندهم مع أنه فتنة عظيمة، لكن لخطورة هذا الأمر قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن سمي خفيا لأن صاحبه يظهر أنه مخلص لله تعالى وهو مرائن يخفيه. قال الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه. رواه أحمد وهو حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فالزول يا جماعة عمله يكون خالص لله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى الناس ولا إلى مدحهم ولا يخاف من ذمهم وهكذا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف آخر آية قل إنما أنا بشر مثلكم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله كما في حديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أغنى الشركاء عن الشرك، تصف بالغنى بالغنى الكامل سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا. قال الحسن البصري أي غناه، قال والجد هو الغنى والمكانة. شكي الزول في الأذكار بيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الغنى لا ينفعه غناه منك إن أردت به عذابا. وللأسف الشديد هذا الذكر يقوله الكثيرون ولا يرضون شرحه، كقولهم للا إله إلا الله ما يرضوا شرحه. في مسجد قريب هنا قبل ما يفتتحوا كتبوا في ممنوع الحديث قبل الافتتاح، ده المستحضرين من الطلب عليهم ربهم. وجماعة أي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث أعرف قصدهم بالحديث والله ما الحديث في التقوى ولا في بر الوالدين ولا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الزكاة ولا الحج ولا الأحكام العامة أو كثير من الأحكام. ممنوع الحديث بقى أعرف طوال إذن ما دارين توحيد، ما دارين أي توحيد، مسلطين. واحد أي واحد شفته تعبنه في البيت هارشنه بس بيجي يفضيه في الدعاء دي بس نسأل الله العافية يهرشوه هناك يدعبوه. زي ما قال ابن تيمية في الجزء العاشر قال قلبه أسير زوجته تعامله معاملة العبد المقهور لسيده الغضبان عليه، يزلوه هناك ويجي للأسف يفضي فيك التين. شفتها؟ لأن ما دارين إزعاج المعلمة اللي هناك ديك. الإزعاج كيف؟ إزعاج كيف هنا؟ إزعاج توحيد؟ إزعاج توحيد يا ناس. ده عجيب، ده عنده ثلاثة معلمات وما قاعد يسوي لنا إزعاج. أقول يا أخي صابرة وناس اثنين وناس اثنين الله. قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء كما قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وكما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، وكما قال جل وعلا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
زين الصلاة، التلاوة إلى آخره، الركوع يطول، السجود وكذا، وإنما يريد مدح الناس.